مشاهدينا في كل مكان اسعد الله واوقاتكم بكل خير اهلا بكم الى هذه الحلقه من برنامج البلاد اليوم، حلقه سنتكلم فيها عن الاوضاع والخطط والتوجهات الماليه والاقتصاديه للدوله الجزائريه بعدما تحدث رئيس الجمهوريه قبل ايام عن التوجه نحو سن قانون ماليه تكميلي بعد خمسه الى سته اشهر من تاريخ اطلاق هذه التصريحات واكد كذلك هذه التصريحات واطلقها وزير الماليه في لقاء له مع نقابات وممثلي المهن الحره نتكلم عن الموثقين وعن المحامين الذين تضرروا بموجب قانون الماليه الاخير 2020 قانون الماليه 2020 الذي سن ضرائب جديده على ممارسي المهن الحره على الموثقين على المحامين من شانها ان تؤثر كذلك على المستهلك من شانها ان تؤثر على المواطن بما ان الزيادات التي سيدفعها المحامي والموثق سيضيفها فيما بعد في الأتعاب التي يتلقاها سنتكلم عن قانون المالية التكميل الذي سيأتي من أجل ماذا؟ هل سيأتي من أجل امتصاص غضبي من غضب من غضبوا في مرحلة سابقة المحامين والموثقين فقط؟ أم سيأتي لتصحيح الأخطاء التي جاءت بها قوانين مالية توصف بالظالمة في حق الشعب في حق القدرة الشرائية؟ هل سيأتي هذا القانون من أجل تطبيق التعهدات والأوامر والتعليمات التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون لحكومته من أجل دعم ورفع ومعالجة القدرة الشرائية للمواطن تحدث في آخر حوار له مع أو في آخر لقاء له مع الإعلام الرئيس عبد المجيد تبون عن قضية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات قبول وموافقة مبدئية أبداها الرئيس لكن مع تخوف فكيف ستظهر هذه النزعة في قانون المالية المقبل وسنتكلم عن الاستثمار الخارجي الذي ابدى الرئيس انفتاحه بهذا الخصوص فهل سياتي قانون الماليه التكميلي بالجديد فيما يتعلق بقاعده الاستثمار المتواجده في قانون الماليه 51 49 في بعض القطاعات سنحاول ان نناقش هذه الامور هذه الاشكاليات وفق ما قدمه الرئيس من تعهدات للمناقشه يحضر معي هنا في الاستوديو الاستاذ محفوظ كاوبي وهو خبير في الاقتصاد اهلا بك استاذ. اهلا وسهلا شكرا لك والدكتور احمد سهليه وهو استاذ في الاقتصاد وخبير في الاقتصاد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شكراً, شكرا جزيلا. طريق معك استاذ محفوظ كاوبي قلت قانون ماليه تكميلي متفق عليه الحكومه والرئيس نحن سائرون بهذا الصدد الى هذا الاتجاه الى اتجاه قانون ماليه تكميلي. عاده ما هي الامور التي يمكن ان يصححها قانون ماليه تكميلي؟ ويناقشها البرلمان عهدنا انه في زمن بوتفليقه كان يسن امور مهمه جدا بموجب قانون ماليه تكميلي ويشرع بالاوامر ليس بالنقاش صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الاصل ان قانون الماليه هو الذي يسن سواء القانون سواء من ناحيه الميزانيه الارصده الماليه التي تذهب الى القطاعات وقانون الماليه التكميلي لا ياتي الا من اجل عمليه ضابط الميزانيه الاصليه مع متغيرات يمكن ان تكون طرات خلال السنه سواء من ناحيه الاعتمادات او من ناحيه العمليه التقنين سواء الجبائي او غيره لكن انت تكلمت على مرحله الرئيس السابق اصبح قانون الماليه التكميلي هو الاصل سواء من ناحيه التشريع لان عمليه التشريع الضريبي او غيرها سواء السيارات او الاعفاءات او حتى الامتيازات التي كانت تسن كانت سبب خلاف تأتي بن بيتور مع الرئيس بوتفليقه كان قانون الماليه التكميلي من بين اهم الامور التي ادت وجعلت السيد احمد بن بيتور يقول لا أشرع بامر ليكون عنده الرئيس بينما مم رئيس الحكومه الذي كان هو السيد بن بيتور كان يطلب من ان يكون تكون عمليه التشريع التي تخضع الى برنامج لان مم قانون الماليه هو وسيله من الوسائل التي لدى الحكومة أو لدى الرئيس من أجل تحقيق خلال السنة سياسته سواء الاقتصادية أو الاجتماعية إذا من خلال مجموعة من الوسائل التي تكون قانونية تشريعية وأيضا ميزانيتها الآن ماذا سيأتي به قانون المالية التكميلي أظن بأن احنا في ديكسيبسيون لأن الحكومة التي كانت هي حكومة سير أعمال هي التي سنت قانون المالية بينما في ظرف قياسي في ظرف قياسي وفي ظرف و... سياسي وفي ظرف سياسي وكنا تكلمنا في الوقت وقت في شهر نوفمبر وديسمبر لما كنا نناقشوا مشروع قانون الماليه قلنا بان من غير المنطقي ان حكومه تصريف اعمال التي ليس لديها نظره اقتصاديه ولن تكون مسؤوله على تطبيق القانون هي التي تسن مجموعه المشاريع بينما تمت تم انتخاب سيد الرئيس على مجموعه من العو... من التعهدات سواء الاجتماعيه او الاقتصاديه، اذا اظن ان قانون قد تظهر هذه مالية... التعهدات الاجتماعيه والاقتصاديه قد تظهر في قانون الماليه التكميلي ام بد ان ننتظر الى غايه 2021 قانون الماليه 2021 لكي تظهر هذه التعهدات اظن ان من خلال اللقاء مع الصحافه اللي جمع السيد الرئيس أظن بأن قانون كنت تكلم على قانون ماريا تكميلي، نعم. أظن أن على الأقل تعهدات من الناحية الاجتماعية ستظهر مباشرة متأكد. وأيضا تعهدات اقتصادية نتمنى أن تظهر لأن الأمر سنناقش هذه التعهدات الاقتصادية، طيب دكتور أحمد سوهلية يتوقع الأستاذ محفوظ كاوي بأن التعهدات التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون سواء في حملته الانتخابية أو التي تكلم عليها في آخر لقاء ومقابلة صحفية له قبل أيام ستظهر في قانون المالية التكميلي ما هي أبرز التعهدات ما هي أبرز التوجهات التي يمكن أن تدرج في قانون المالية التكميلي حسب قراءتك للمشهد بسم الله الرحمن الرحيم اولا شكرا لك على الاستضافه وتحيه لك ولاستاذك ولكل مشاهدي قناتكم قانون الماليه هو اجراء ضروري واجراء مهم في اطار السياسه الماليه للدوله يدخل في إطار هذه السياسة التي هي مجموعة من الأدوات المالية القانونية من أجل تخصيص مجموعة من النفقات تقابلها إيرادات الدولة أو ما يعرف بالميزانية العامة للدولة فيتم ذكر كل إيراد وكل ذكر, ذكر كل نفقة في ما يعرف بميزانية الدولة هذا نظريا فعمليا الآن كما تفضل الأستاذ انه حكومه سابقه قامت باعداد قانون ماليه والمصادقه عليه الان حكومه حاليه تغير فيها كثير من ما نقولوش كثير تغير فيها بعض الاشياء مثل ادراج بعض الوزارات اللي ما عندهاش الان يعني نفقات او ما عندهاش ايرادات معينه باش مكاتب ما عندهاش مكاتب على الاقل ما عندهاش ميزانيه يعني ما عندهاش ميزانيه خاصه بها اضافه الى تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون بالغاء بعض الضرائب وخاصة من ما يعرف بمخدع الشام من دي ار جي واحتجاج كثير من المحامين على بعض الضرائب اللي ذكرتها قبل قليل فهذه كلها يمكن ادراجها لماذا؟ لان قانون الماليه التكميلي هو تكمله لما جاء في قانون الماليه من خلال الغاء بعض الضرائب او اضافه بعض الضرائب وتخصيص ايرادات جديده او التقليل من الايرادات هذا القانون سياتي لالغاء بعض الضرائب ام لاضافه بعض الضرائب حسب بحسب قراءتك حسب قراءتي سياتي لبعض الغاء بعض الضرائب اللي هي ممكن الغاء ضريبه الدخل الشامل على بعض الفئات المعينه وياتي ايضا ممكن لايرادات معينه ممكن زياده في ايرادات معينه من خلال دعم الاستثمار الذي يمكن السيد الرئيس عبد المجيد تبون يمكن ان يتجه في هذا الاتجاه اللي هو دعم الاستثمار من خلال نفقات معينه نفقات تجهيز وتوجيهه لكثير من المؤسسات وخاصه المؤسسات الناشئه يمكن دعمها طيب من التعهدات التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون دعم القدره الشرائيه، محاربه الفقر، كيف يمكن ان تظهر هذه النزعه في قانون للماليه التكميلي؟ هذه النزعه يمكن تظهر كما ذكرنا في اولا في الاجراء البسيط الاولي الابتدائي اللي هو الغاء الضريبه على الدخل الشامل لعلها تقوم برفع الاجور لبعض الموظفين البسطاء اضافه الى 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 دعم الانتاج دعم الانتاج المحلي او جلب استثمارات اجنبيه من خلالها يقوم برفع من نسبه النمو في الاقتصاد الجزائري وتوفير مجموعه من السلع والخدمات اللي يمكن ان المواطن لما يكون هناك يعني يكون طلب يعني موجود فيمكن أن القدرة الشرائية ترتفع بهذا الشيء اللي هو الرفع من نسبة النمو الإنتاج أستاذ محفوظ كاوبي هل تعتقد بأن أهم ما سيأتي به قانون المالية التكميلي هو مراجعة الضريبة على الدخل الشامل وكذلك مراجعة الضرائب التي فرضت على المحامين وعلى الموثقين وعلى ممارسي المهن الحرة أساسا هذا أهم سبب لإعداد مشروع قانون المالية التكميلي هل هذا صحيح أن يكون... وهل وهل سيساعد ازاله الضرائب الضريبه على الدخل العام هل سيساعد المواطن الجزائري والقدره الشرائيه كم سيضيف هذا الى الراتب الشهري كم يريد ان يعرف المواطن الجزائري اذا ان يكون السبب الرئيسي لا ادن ادن انه سياتي بامور او اتمنى ايضا بامور اكثر جوهريه والتي تتوجه الى عمليه تصحيح الاقتصاد الوطني كما كان يتكلم زميل عملية استقطاب استثمار اجنبي، اخذ اجراءات تتعلق بتشجيع الاستثمار بطريقه مباشره جدا. وايضا آه الامر متعلق بارصده ماليه جديده ستضخ خاصه, خاصة لقطاعات السكن، كان سيد الرئيس تكلم على مليون سكن 2024 آه 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 2024 ولكن سنويا فيه ارصده يجب ان تكون ايضا لقطاع الصحه وغيرها الامر ماهوش مهم من ناحيه نفقات نفقات اظن بان رئيس تعهد وسيذهب الى شيء من الالتزام بما تعهد به ولكن من اين سياتي بالاموال طيب ليرجي ليرجي محفوظ إيه. كم كم ستضيف لراتب الجزائري الذي يتقاضى اقل من 30000 دينار ناخذ 30,000 دينار ليس اكثر من 1200 دينار تزيد له 120,000 شهريا اذا اذا قلنا حقيقه سيساهم لنسبه معينه جدا وصغيره جدا لتحسين القدره الشرائيه، 1000 دينار يمكن ان تمول نفقات الخبز في الشهر مثلا ولكن القول باننا سنصحح سنحسن من القدره الشرائيه بالإنقاص أو الإحفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي فذلك فيها من المغالطة بما فيه وبعيد عن كل بعد لأن القدرة الشرائية لا تحسن في حقيقة الأمر إلا بتحسي بإجراءات ليس بإجراءات قانونية ولا بإحفاءات لأن الإحفاء ما زلنا في عقلية الريع وعقلية الخزينة تخلص تخلص بينما لما نقول تصحيح الاقتصاد هو انتاج اكثر واستثمار استثمار اكثر هو نمو اكثر والنمو وحده لما يتحسن هو الوسيله لتحسن من القدره الشرائيه اذا لا نغالط انفسنا بامور كما هذه يمكن من ناحيه التعهدات ان نقول بان ان ايضا للاعفاء على الضريبه على الدخل فيها بما فيه من الضرر الذي سيصيب الخزينه العموميه اذا كل هذا سيضر الخزينه العموميه؟ الحال اصلا اذا اذا كان عندك عجز في الميزانيه العموميه الذي يفوق 1700 مليو 1700 مليار دينار جزائري كيف اعفاءات جديده يمكن ان تحسن من مداخل الخزينه العموميه؟ نحن ننتظر كيف ستحل بها المشاكل الاساسيه والجوهريه التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني سواء في شق الحقيقي سواء في شق المالي سواء في شق الميزانياتي كل هذا خلينا ننتظر بشوق ما هي الخطط الحقيقيه والجوهريه التي بها ستحل مشاكل الاقتصاد وليس ألف دينار التي ستحسن القدره الشرائيه آه، الغاء الضريبه على الدخل الشامل لن تحسن القدره الشرائيه، ونعلم بان تحسين القدره الشرائيه ودعم القدره الشرائيه للمواطن الجزائري احد ابرز المحاور التي بنى عليها عبد المجيد تبون المترشح حملته الانتخابيه ولما وصل الى الرئاسه كذلك تمسك بهذا المحور، ماذا ينبغي على الرئيس آه ان يحقق بموجب قانون للماليه التكميلي من اجل دعم القدرة الشرائية وهل يمر دعم القدرة الشرائية عبر القوانين أم عبر آليات أخرى دعم القدرة الشرائية هو موضوع يأخذ وقت نوعا ما لا يمكن ربطه بقانون مالية تكميلي أو قانون مالية لسنة واحدة قد يأخذ سنوات لكن يرتبط أساسا دعم القدرة الشرائية موضوع يرتبط بالرفع من نسبة الإنتاج أو محاولة الإنتاج المحلي هو أحسن شيء اذا ما قدرناش كانتاج محلي على الاقل تكون كاين استثمار اجنبي اللي لنا اسواق نجلبوا من خلاله رؤوس اموال، من خلاله نوفروا مناصب شغل، من خلاله يعني تكون الضرائب على المنتوج الضرائب على الارباح الى غيرها من خلال دعم الموارد فمعنى الاستثمار ومعنى دعم القدره الشرائيه هو زياده الموارد. زيادة الموارد لما م. تكون هناك كاين موارد طيب يعتبر يعني محفوظ محفوظ كاوبي مثلا يعتبر بان الغاء الضريبه على الدخل العام سيضر بالخزينه العموميه، أكيد. الا تعتقد بان هذا الاجراء سيفعل لسته اشهر فقط ثم سيلغى بموجب قانون مالي اخر م. وستجد الدوله نفسها مجبره على الغائه؟ هو اخي يوسف الزياده الغاء الضرائب م. الغاء ليرجي ما معناه؟ معناه لازم يفهم مواطن انه ستقابله ايرادات لانك رايح تد رايح تدعم راتب معين لمجموعة من المواطنين وبالتالي سيقابله إيراد يعني هذاك الإيراد لا بد أن يغطى. يعني تج... يغطى من جهة أخرى مم. أكيد هو عجز طيب. مش مش حاجة إضافية هو عجز وهذا هذا نت... نتكلم على أن هذا الإجراء يأتي فقط مؤقت فقط وبعد ذلك ستعود الدولة إلى ما كان قبل عليه يمكن يمكن لأنه أفضل شيء لرفع القدرة الشرائية ماهوش هو إلغاء الضرائب لأن الضرائب ما هي مهمتها مم. هي سياسة توازنية ما بين إيرادات ونفقات هي سياسة لدعم الإيرادات وليس للنفقات فقط لأن النفقات أو نفقات الاستهلاك كما يعرف هي عدة أنواع استهلاك الحكومي الاستهلاك الفردي وغيرها من الاستهلاكات فلا بد من جزائري التوازن. باش يعيش مليح باش شهريته تولي تقضي بهذا المصطلح ماذا يجب يعني يتوفر. وعدة اجراءات، أولًا قلنا الانتاج، الرفع م. من الانتاج، يعني المواطن أو الفرد في المجتمع يكون منتج، م. لما توفر مجموعة من السلع ومجموعة من الخدمات تكون لما يكون الطلب موجود وواضح تقل السعر، يهبط السعر آليًا. طيب. إضافة إلى سعر الدينار اليوم، يعني من أجل الرفع من قيمة الدينار لابد من اجراءات أخرى، يعني يكون الدينار، يعني القدرة الشرائية ما هي ما هو تعريفها؟ ما يمكن الراتب المواطن سواء كان في القطاع الخاص او القطاع العام ما يمكنه ان يشتري به ذلك الراتب هذا متأس. هو لا؟ هذا هو الاساس نعم يعني. طيب نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمواصلة نقاش باقي المحاور المتعلقة بقانون المالية التكميلي وبوعود الرئيس عبد المجيد تبون فاصل ثم نواصل ابقوا عودة اليكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم تكلمنا في الجزء الأول عن قانون المالية التكميلي الذي تتوجه الحكومة نحو سنه من أو في المرحلة القادمة في غضون خمسة إلى ستة أشهر ما هي المحاور التي قد يرتكز عليها هذا القانون وتجسد هذه المحاور وتجسد التعهدات التي قدمها الرئيس والتوجهات التي ظهرت عليها حكومة عبد العزيز جراد. ملف اخر استاذ محفوظ كاوبي وهو قضية استيراد السيارات. تكلمنا عن الصناعة التركيبية للسيارات التي اضرت بالاقتصاد الوطني، أول شيء لأنه في السابق لما كان هنالك استيراد للسيارات كانت هناك ضرائب تدفع، لكن فيما بعد عندما توجهنا إلى الصناعة التركيبية للسيارات أو ما سماه الرئيس نفخ العجلات، هؤلاء أصبحوا لا يدفعون الضرائب، تم إعفائهم من الضرائب. وأصبح السعر مرتفع جدا وتسبب كذلك في تبديد فقط صناعة تركيبية السيارات 11 ألف مليار سنتين معناها خسارة على طول الخط من بداية هذه العملية إلى نهايتها الرئيس قال بأنه منفتح بخصوص استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات لكنه متخوف كيف يجب أن نتعامل مع هذه القضية لكي تتبدد هذه المخاوف ونحفظ كذلك المستهلك الجزائري حقه في اقتناء السيارة سي قضية السيارات من أكبر المغالطات اللي سوقت في منظومات استهلاك تتسم باللاعقلانية كنا أثرنا الانتباه خلال مناقشة مشروع قانون المالية أن هذه ثلاث سنوات خمس سنوات ستصطدم بواقع راح نعود لا. الى زمن تمنينا باللي فقط وعاده كنا نشاهد اصحاب هذه المصانع تخفيضات ب 40 مليون سنتيم إيه؟ معناه هذا المشروع اصلا هامش الربح إيه فيه خيالي جنوني كاين 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 شركه تدير تخفيض ب 40 مليون سنتيم إيه كبير, كبير شخص. جدا آه. كانوا يديروا تخفيضات ب 40 مليون انا في آه في رمضان 2017 اعتقد تخفيضات ب 40 مليون سنتيم كم إذا تستفيد؟ اذا الهامش كان عندهم مهم م. اذا عفينا من تي فيا سياره وطبقنا تي على الخدمات الطبيه وعلى التعليم وعلى الكتاب باش نعاودوش نقولوا المفارقه الكبرى هذه الاصل الاصل نف في 2020 ان اردنا ان نستورد سيارات فنستورد سيارات جديده ونفتح تنافس في عمليه الاستيراد ونعمل ضرائب كما كانت موجوده من قبل ونحل المشكله وكان الاستيراد كما كانت علاش علاش قلنا في هذاك الوقت انك لما تدير قبل من ثلاث سنين الان تكلموا على لا ومنظومه معلوماتيه وجيوش من الاداريين في الجمارك وفي الضرائب بيراقبوا وهذه عندها تكلفه وناس تعاود تحيي السوق الموازي للعمله الصعبه وكل هذا الهدف منه واش هو؟ ان نبيع وهم من جديد ان الجزائري لازم له سيارة بينما الجزائري لازم له له مشكلة النقل العمومي مرة أخرى إذا حبيت حل مشاكل خلينا من هذه الثلاث سنوات استورد سيارة جديدة خلي التنافس كما كان موجود من قبل أدفع ضرائب أون... أون... إزالة هذه المصانع أون... نهائياً هو الحل؟ لا اللي يحب يستثمر لا بهذا المنطق لا اتكلم عن المصانع بطبيعه اتكلم الحال. عن المصانع بهذا المنطق غير مجدي غير مفيد نتوجه نحو الاستيراد الأفضل بطبيعه الحال لا م. يجب ان يكون المواطن او الخزينه العموميه هو الممول الاساسي لاشباه مصانع السيارات اذا بحجه وهم ان المواطن لازم له يكون عنده يقتني سياره بثمن رخيص وكل شيء وشفنا كل هذا بذل ما يتحقق ما, تضعف ما يتحقق تضاعف السعر يتحقق يا سيزوب. بنسبه 100% يا سي زغبه في 2016 نتكلم نتكلموا هذه الامور بعمليات حسابيه وشدينا الانتباه مم. قلنا يا عباد الله رانا رايحين في مشكله كبيره رايحين للحيط طيب. ناس قال لك لا لا حتى الشعب باش نزيدوا حاجه مهمه حتى المواطن سوق له بان هذا الامر في مصلحته، اذا مره اخرى تقتن الان المواطن عنده مشكله نقل مش مشكله اقتناء سيارات متى. دكتور سوهليه آه هنالك من لم تعجبه توجه الدولة نحو فتح استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات وطالب بأقل من خمس سنوات لأنه أقل من ثلاث سنوات سعرها مرتفع وسعر دينار كذلك منخفض جدا وبالتالي لن يستفيد المواطن من شيء كبير أو لن يستفيد على الإطلاق يطرح الأستاذ محفوظ كوبي هذه الفكرة نعود إلى عهد ما قبل المصانع التركيبية للسيارات أو عهد ما قبل مصانع نفخ العجلات وهي وكلاء استيراد السيارات نستورد سيارات في سنوات جديدة في سنه انتاجها ونفتح الاستيراد هل سيكون هذا أنا حلا انا افصل لك الموضوع في, في اعطيك رايي في هذا الموضوع وان كان رايا وليس دقه الموضوع يتعلق بالجوده والسعر وهما متناقضين او متلازمين فيما بينهما فالمواطن الذي يريد سياره مستورده يريد سياره مصنعه في دوله متقدمه ليس فيها عيوب وبالتالي يريد الجوده لما نقول نستورد سيارات من المنطق الاخر هو سيارة مستوردة اي يعني منتجة وموجهة للعالم الثالث. وبالتالي المواطن في ذهنه انه السيارة التي توجه الى العالم الثالث فهي مغشوشة. أو ذات جودة ضعيفة. أو ذات جودة ضعيفة. فبالتالي يريد سيارة مصنعة في دولة متطورة لأنه الانتاج الموجه إلى العالم الأول وإن كان مش عارف لا يوفقني الأستاذ ولا لا في هذا الجانب اللي هو هذا هو الإشكال. تصنيعها في الجزائر انا ضده تماما لان لسنا في مستواه وشفنا مصانع في الجزائر لكن اقول لك قد يكون الجمع حتى الرئيس قال أن الصناعات الكبيره والصناعات الثقيله بعيدة نعم, نعم بعيده نعم عن تجسيدها والتحكم فيها الجزائر نعم اقول لك يمكن الجمع بين الامرين كيف؟ فتح وكلاء للسيارات استيراد سيارات لمن اراد ان يستورد سياره منتجه وموجهه للعالم الثالث وبامكان الناس انها تستورد سيارات اقل من ثلاث سنوات مصنعه وموجهه للعالم الاول م. هذا هو يمكن الجمع بينهما وخلق التنافس بين هذا الامرين وجعل المواطن يختار ايهما لانه لما تقول سياره موجهه للعالم الثالث تكون اقل سعر من السياره التي يعني ثلاث سنوات او الرئيس قال بانه متخوف لانه لا توجد اجهزه رقابه متخوف من ناحيه الرقابه هل سيؤثر هذا على قانون الماليه التكميلي ربما. هل أل ستظهر هذه النزعه؟ تخوفات؟ لا هو هو الاستيراد سيارات ما ما, ما ما فيش تخوف كبير لما خاصه لما تكون عندنا وكلاء السيارات وافضل بكثير من استيرادها لانه لما يستوردها مواطن من الخارج قد تكون فيها عيوب لا يدريها المواطن لكن ذهن المواطن هو انها مصنعه جيدا فما كانش تخوفات العكس تماما يعني فتح الامرين للمواطن وهو يختار كثير من المواطنين ممكن يختاروا انها تصنع علىها. الان تصنع في موجهه الى العالم الثالث افضل لهم ان يستورد لكن في الثالثة. رايك اعاده فتح استيراد السيارات مهم جدا لا انا قلت الجمع بينهما يعني الان الاختيار لا لكن أنا... بدي يكون موجود الان غير موجود الان غير مسموح لاستيراد لا سيارات وكلاء السيارات مش يخدموا الان بسبب بسبب فتح مصانع نعم بسبب نعم. فتح مصانع نعم. جديده في الجزائر هم. لكن رئيس الجمهوريه اقر بانه لا توجد مصانع نعم الان لابد من التوجه الى فتح وكلاء معتمدين في الجزائر هم. من اجل استيراد السيارات وتصنيعها في الخارج واستيرادها الى الجزائر هم. طيب آه لما نتكلم عن استيراد السيارات نتكلم عن مكاتب الصرف من اين سياتي الجزائر بالعمله الصعبه؟ من اجل استيراد هذه السيارات اقل من ثلاث سنوات كيف ستكون هذه العمليه بالمنطق الذي تسير به البنوك كيف سيعالج قانون الماليه التكميلي هذه الجزئيه اذا تطرق اليها. لا اظن بان للحكومه الاريحيه الماليه بانها سيمكن ان تقبل بان عمليه استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات سيتم توطينها عن طريق البنوك وبسعر رسمي لان الامر هذا سيؤدي الى استنزاف اكثر لاحتياطي <سكوة> اه تس... تس... لان احتياطي الصرف هذا لازم نوجهه الى خلق الثروه وليس الى استهلاك القليل الذي بقى والى ارتكاب جرائم في حق الاجيال القادمه هنا الاجيال القادمه راح نخليو لها ديون اكثر من 60 مليار دولار ما قبلها من طبع النقود نستنزف نستنزفوا الاحتياطي الصرف ونخليو لها مركبات ثلاث سنوات اربع سنوات التي تتجاوزها الظهر للضرب بالبيئه وما تحل حتى مشكله، اذا سي زغبه عمليه الاستيراد وحتى السيارات، السياره ماده كاي مواد والمواد المهمه للاقتصاد الوطني هي المواد الاوليه، هي الالات التي بها ننتج هي المعدات التي بها نقيم انتاج، هي الامور التي تدخل في عمليه الانتاج سواء فلاحي او صناعي او امر اخر. الامور التي نزيد من نخلق قيمه قيمه مضافه بها اون اما الاستهلاك فاظن بان منطق الاستهلاك هو اللي وصلنا بهذا الوضع اللي رانا فيه والمنطق الشعبوي الاست... كذلك هل تعتقد بان الشعب في السابق كانت الشعبويه وبين قوسين السوسيال هو الذي يصنع التوجهات الماليه والتوجهات الاقتصاديه للدوله هذا كان متفق عليه لها. هل زالت هذه النظره ام ما زالت متواجده؟ نسميها هذه سياسه الانفاق والنفاق انفاق اهدار المال والتلاعب على الامور اللي تسميها انت الشعبويه لان الان باسم الشعبويه والانفاق نتصدر بارت دابيتون استهلاك الخبز، استهلاك الحليب، استهلاك السيارات وما الى ذلك، اذا نحن في مجالة مبالغ التحويلات الاجتماعيه في الجزائر مرتفعه مرتفعه جدا 1800 مليار دينار جزائري اذا المفروض أن لما نقول لك تصحيح الاقتصاد الوطني المفروض أن قانون المالية التكميلي يأتي بالإجراءات الجوهرية التي تعيد النظر في منظومة التحويلات الاجتماعية التي يجمع كل الناس وحتى الهيئات الدولية مثلا مثلا حتى نكون عمليين مثلا كيف يجب أن يحددها قانون المالية التكميلي المقبل هناك أمور بالك الناس ما تعجبهاش زيادة في مواد البنزين وما إلى ذلك مثلا يزيدوا الأسعار بس. أه لماذا؟ مثلا نعطيك مواد طاقه أه؟ كهرباء وكل ما أه؟ لان السعر في الجزائر المنظومه التحويلات الاجتماعيه بطريقتها تجعل لكن من السعر هذا سيلهي كل الاسعار سلسله الانتاج كلها ستتاثر يا سي أه؟ شوف كاين امر مهم أه؟ ان لم نقتصد لا أه؟ شوف استهلاكنا للطاقه رهيب مول مكيفات كهربائيه على طول العام في أه؟ كل غرف غير موجوده في اكبر الدول المنتجه للطاقه أه؟ الأمر هذا حتى الاستثمار في الأحياء في الأحياء صباحا على 10 تاع تروح تلقى مازالت الإضاءة العمومية شاعلة مثلاً, آه مثلا كل هذا يؤدي إلى إسراف في الملعب العام وأكثر من ذلك يجعل من عملية الاستثمار في هذه المجالات كله يتكلم على الطاقة الشمسية وعلى أمور كذا وكذا ولكن في منظومة وهذا كذلك يرفع الاستهلاك الداخلي مثلا الجزائر فيما يتعلق بالغاز نعم ما تستهلكه داخليا يؤثر على ما تصدره الجزائر من قسم الكميات نعم. نعم. من الكميات المصدره وبالتالي من مداخل الجبال البتروليه وما الى ذلك نعم. ويستنفذ ايضا طاقات موجوده وهي محدوده اذا كل هذا الأمر يجعلنا نستهلك, نستهلك 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 الان انت ابنك ولا ولدك لما نقول تقشف ليس بهدف معاقبه ولكن اقتصاد الاموال وتوجيهها الى مجالات التي تخلق الثروه ثلاث سنوات، أربع سنوات سنعاني كما عانت كل الاقتصاديات الكبرى، بعد 2008 وثمانية لكن هنالك تجارب سيئة عند المواطن الجزائري مثلا, مثلاً. عندما كان يتكلم يحيى على الموس الحقل العظم في تلك الفترة كان هو ومن هم معه اليوم في السجن ينهبون ويسرقون الأموال وعندما سنت حكومات سلال التقشف كانوا يسرقون الأموال وبالتالي لم تستغل هذه تلك الأموال ولم تستغل تلك السياسات في خلق الثروة في في دعم الاقتصاد بل استغلت فقط في الفساد. ولكن تجارب سيئه عن المواطن من الصعب ان تقنع المواطن. أه. تكلمنا ولم نطبق. تكلمنا ولم نسيء لان اعاده نظر في التحويلات انا ما نقول لك زياده الاسعار فقط اعاده عمليه تمويل الامور بهدف اقتصاد. توزيع عادل, عادل توزيع عادل للالم مم. وتوزيع عادل للطاقات. حتى نقتصد اموالنا ونوجهها الى الانتاج ما يسميها الاستاذ محفوظ كاوبي سياسه الانفاق والنفاق واستمعت الى هذه المقاربه التي قدمها والافراط في الدعم الاجتماعي والافراط في الشعبويه في صناعه القرارات والتوجهات الاقتصاديه والماليه لابد ان يزول بموجب قانون الماليه التكميليه يقول محفوظ كاوبي ولابد من رفع اسعار مشتقات الطاقه وما تستهلكه ما يستهلكه الجزائريون من مشتقات الطاقه البنزين والمازوت نعم ما أراه أن تكون هناك توازن بين الإنفاق الحكومي م. الاستهلاكي م. والإنفاق الاستثماري ما تفضل أستاذ لابد أن نتجه إلى دعم الاستثمار لابد أن تكون هناك حكامة اقتصادية طيب هل تتفق فيما يتعلق برفع الأسعار أم لا؟ لا أتفق في رفع الأسعار م. لا هو, هو 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 هو, تثبيت الأسعار م. لما نتكلم على الفرق ما بين لا ما نادو بتخفيض الأسعار لأنه لما نتكلم على سعر سعره مرتبط ب بمنتج ومرتبط بمستهلك مش مرتبط فقط بمستهلك لان ايضا المنتج له حقوق وله هامش ربح ولا غيرها من التحديات لكن الجميع يشترك في هذا الامر لما نتكلم ايضا على ترشيد النفقات الجميع يشترك في الامر ترشيد نفقات ليس ترشيد نفقات العموميه فقط التي مطالبه الحكومه اليوم انها ترشد نفقاتها من اجل توجيهها الى الاستثمار افضل من توجيهها الى الاستهلاك الذي لا معنى له انت في بيتك اليوم ماذا بك اولادك مستحيل اولادك اليوم يعني تفتح لهم الباب لاستهلاك الغير واقعي ولا لا لكن أيضا من غير المقبول أنه متوفر لهمش أنهم يستهلكوا بعقلانية فالتوازن هنا ضروري جدا تكلمت الحكامة الاقتصادية تكلمت قبل قليل على سياسات سابقة سياسات سابقة كانت كاذبة كلها كانت تصريحات كاذبة لا معنى لها الإرادة لم تكن موجودة أصلا اليوم ما نلتمسه كاين إرادة حقيقية لان الشعبويه خلال خلال في تسيير الامور الماليه والاقتصاديه اليوم اليوم ليوم لا من خلال خطابات السيد رئيس الجمهوريه كلها يعني من نيه صادقه ونيه نيه تبقى العمل والميدان شيء اخر لكن ايضا مطلوب من كل المسؤولين ايضا انهم يكونوا واقعيين واقتصاديين منطقيين في المنطق فلا يجب الهروب من المنطق لما تكلموا على التوجه الى استثمار دعم مؤسسات انتاج حقيقي في الميدان يلاحظ اليوم نشوفوا منتجين فلاحين يعانوا لأن يعني الفلاح غير مطالب بالتسويق ولا لا؟ طيب آه موازاة آه أو في الجهة المقابلة لما آه طلبته الآن أو ما آه ترافع من أجله آه محفوظ كابيو هي آه رفع الأسعار في هذه المواد الاستهلاكية الطاقوية، هنالك من يتكلم على أن في الجزائر هنالك هو كبيرة في الأجور بين موظف بسيط بين آه الموظف السامي وبين الوزير، عندنا واحد يخلص مليون و800 عندنا واحد يخلص 50 60 مليون ألا تعتقد أن بأن حتى مراجعة أجور إطارات الدولة والموظفين السامين للدولة قد يكون مفيدا للخزينة العمومية أم أن هذا لا يمثل الشيء الكبير؟ إن هو في الأجور؟ كاين نقول كلمة رفع الأسعار ولكن الدفاع على الفئات الهشة باش تفهموا مليح زيد في الطاقة كهرباء مثلا ولكن في حد معين زيادة الاستهلاك تكون بسعر أما الان الاضاءه والامور الطبيعيه هذه يكون السعر تاعها بالسعر الحالي أوه. اما التكييف وما الى ذلك الانسان يدفع الثمن كما يدفعوه كل الدول الاخرى الان تكلم لي على الاجور رجل. الاجر هو مقابل عمل ومقابل ثروه تنتج أوه. لما نكون بهذا المنطق عمليه التصحيح تكون انيه ان كان مقابل سوبيريور ان كان مقابله 60 مليون او اكثر يدي 60 مليون اما اذا كان ان يبيع الوهم الى الجزائريين وان لا يحترم الاجراءات كما بينتها كل الفضائح اللي شفناها من عمليه نهب وتسيب ان هذا ما نعطيلوش حتى الجويه الجزائريه أصدر. عدد موظفيها بتاثيرها في الطيران العالمي ودوليا عدد موظفيها يكاد ان يقارب عدد شركات اخرى اكثر تاثيرا في سوق النقل مثلا، ليس هذا مؤثر كذلك ونعرف الاجور التي يتقاضونها حتى الاجور في سوناتراك نشاهد عاده اضرابات من اجل رفعها ويقال فيها الكثير كذلك في سوناتراك هذا هذا ما نجريه من سياسه الدعم والمحافظه والشعبويه قال لا يمكن ان امس بهذه الامور، اذا فتح راس المال فتح باب التنافس هو الذي يؤدي الى البقاء للاصلح بقاء للامتياز اما الانسان اللي ما يعملش ما يستاهلش ميم با مليون و800 ماشي 50 مليون ما يستاهلش ميم با انسان هذا سي كيما من تقول كاين حبه تاع طماطم فاسده هذا اصلا لازم أن يقتلع من الجذور مم. يروح يريح ما يخدمش أصلاً. ماذا تقول في قضية مراجعة الأجور. دكتور سوهلية قلت هناك هو كبيرة بين الموظفين في الجزائر من الوزير والوزي موظف كذلك مم. نعم وموظف بسيط رغم أن هنالك من يقول بأن الفرق في الأداء وفي العمل ربما ليس كبيراً لأنه ما عندناش مسؤولين اخترعوا لنا أمور كبيرة. نعم مطالب هو بالتسيير والتنسيق بين في قطاعه. نعم هو فعلا هو كبيرة بين الأجور ولابد من 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 الفوارق في الأجور أنها تقل يعني لما لأنه المسؤول أو الإطار السامي في الدولة عنده إمتيازات معنوية علاش تضيف له إمتيازات مالية أخرى تضر بالخزينة فمن غير المعقول أنه تكون الأجور مرتفعة جدا لاحظوا دول متطورة يعني مسؤوليها أجورهم عادية جدا لا أنا ما نقولوش أنه لازم تكون أجور بسيطة قلنا فقط تكون أجور منطقية وعقلانية فلا يجب انه مجتمع تجد فيه يعني اطار سامي 60 مليون وموظف بسيط زوج لماذا؟ لانه الاجور تقترب من بعضها البعض وتكون فائدة لله. لكن فقط لما تكلموا على الاجور ونتكلموا على العامل هل يوجد عمل في الجزائر؟ نسبة البطاله اليوم كبيره جدا. لماذا هذه العمل هذه الطاقات الكامنه في المجتمع لماذا لا يتم توظيفها وتوجيهها الى قطاعات الانتاج؟ اليوم شوفوا مؤسسات كلها في الخدمات. كل لماذا لا يتم توجيهها الى مثلا قطاع الفلاحه الى قطاع التسويق الى قطاع لما... لما اليوم اليوم نملك شاطئ واسع جدا مم. نملك سهوب واسعه نملك مم. صحراء شاسعه لما لا يتم توجيهها حسب خصوصيه وهذا ما يعرف بالتنميه الاقتصاديه مم. يعني انه نسبه النمو الاقتصادي اعتقد بان إلى... في الجزائر من الجزائر هي من الدول القليله والضئيله جدا في العالم التي تسير الدوله فندق نعم فهذه فندق فندق تسيره الدولة نعم يعني عجز كبير عجز كبير ورؤية غير واضحة فبالتالي لابد من أن وروح شوف الفنادق اللي تسيرهم الدولة فنادق خمس نجوم لا تق... لا تساوي حتى فندق نجمتين قليلة جدا الفنادق التي تسيرها خمس نجوم تسيرها الخواص قليلة جدا قليلة جدا نادرة جدا وهذا المنطق خطأ ولا نعم صحيح هذا نعم. المنطق لا هو هو لعله بعض اقامات الدوله الغرض منها هو يعني توجيهها للمسؤولين ولضيوف الضيوف الضيوف البلد وكذا الدولة. وكذا نتكلم عن إقامة الدوله عن فنادق موجوده في الجزائر لكن تسيرها الدوله لكن لعل الناس ما وجدتش وتستثمر هذه الفنادق لعل الناس ما وجدتش لعله لست ادري لكن لعله انه طيب. الاستثمار في هذا الامر ما سي... كانش استسمحك فقط نتوجه عند فاصل قصير ثم اعود أه تفصل لنا في هذه النقطه لكن قبل ذلك مشاهدينا أه لا ان اذكركم بالخبر الهام الذي يظهر اسفل الشاشه بان الرئيس عبد المجيد تبون قد استقبل اليوم الوزير الاسبق علي هارون بصفته محامي دولي وبصفته كذلك رجل قانون وقدم علي هارون بعض المقترحات فيما يتعلق بمسار تعديل الدستور. نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لموضوع قانون الماليه التكميلي ومناقشه هذه الاشكاليه. عدنا إليكم مشاهدينا في آخر جزء من هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم أعود إليك سيد محفوظ كاوبي كنا توقفنا عند قضية تسيير الدولة الجزائرية لكل المرافق والمشاريع الاقتصادية وهنالك من يتكلم عن ضرورة التوجه نحو الخوصصة قلنا في الجزائر مثلا المطار الجديد دولة تسيره وأصبح في وضع مأساوي وهذا بشهادة الذين يزورونه ويسافرون منه قال هذا صرفت عليه الجزائر اموال طائله لكن المتابعه لا توجد والمطار سيصبح اسوا من سابقه اذا لم تتدارك الدوله الامور في في دول اخرى مطارات تسيرها شركات خاصه تجيب شركه خاصه ويكون هنالك عقود وهنالك اتفاقات قلت في الجزائر ما زالت الدوله تسير فندق الى ان يفلس وتغطيه من الخزينه العموميه ورزق البالك ونعرف هذه الاسطوانه هل بامكان قانون المالية التكميلي القادم أن يراعي هذه الظروف ويصلحها وكيف يكون ذلك؟ أتمنى أن يكون قانون المالية التكميلي فيه مواد تتعلق بالإجابة على سؤال كبير اللي كنت قدمته خاصة هو ما هو مصير القطاع العمومي؟ أن القطاع العمومي إلى يومنا هذا في العشر سنوات الماضية استهلك كدعم كفاتورة تطهير اكثر من 52 مليار دولار 52 مليار دولار 10 سنوات معدل 5 ملايير دولار سنويا هذا بعيدا لما نتكلم على مصنع الحجار مثلا كل ست اشهر اجتماع وزاري من اجل البت في مشكله تسيير بسيطه للحجار مثلا وقروض بدون توقف للقطاع العمومي لو نرى القروض التي ذهبت الى القطاع العمومي في هذه العشر سنوات فانها بملايير دولارات ايضا دون ان تكون نجاح اذا ما مصير مصير ما حل شفرة الاقتصاد العمومي او الشركات العموميه امر مهم للغايه سواء يطرح مشكله يا اما خوصصه التسيير بمعنى تحرير الطاقات التي تسير هذه المؤسسات من منطق الريع منطق الخزينة العمومية منطق الموالات والذهاب إلى الكفاءات والتسيير الحقيقي المرتبط بالأسواق وبالتنافسية وبالسانكشون دو مارشي يا إما نبقى في هذا المنطق لأني نخلي نقول لك فيه دول عندها تسيير عمومي عندها شركة عمومية نأخذ الصين مثلا ولكن الصرامة الموجودة و بنفس منسوب وقيمه الصرابة الموجوده في الشركات الخاصه. بطبيعه الحال لان يعني التسيير بالمنطق هو خاص. هذا يحتاج الى اعاده صياغه الممارسات، الى اصلاح الممارسات، الى اصلاح الذهنيات في الجزائر. إيه؟ في الجزائر لما نقول حاجه عموميه معناتها ديروا حبيت. ولكن المشكل وما كان آه. حساب لا رقابه نقولوا البيلك إيه بس المشكل مرتبط بالحكومه كيف ترى هذه المؤسسات لو راتها بانها دائما هم أطفال صغار يجب دائما نعطيهم الحليب اللي هو التطهير م. كل مرة يبكي كل مرة تكون نتائجه سلبية زيد له حليب وهذا الحليب من يجي من الخزينة العمومية كيف كيف بإمكان مشروع قانون المالية التكميلية أن يعالج هذه الجزئية؟ أنا على الأقل يت يجاوب بصراحة بأن ستذهب الدولة إلى عملية خوصصة سواء تسير هذه المؤسسات أو خوصصة رأس مال هذه المؤسسات بفرح بفتح عملية شراء البعض رأس أو المال. كل رأس المال بطبيعة الحال. الخوصصة كيف يجب أن يجيب على هذا السؤال قانون المالية التكميلي قلت بأنه المنطق الذي تسير به المؤسسات العمومية والمنطق الشعبوي والمنطق السوسيال في هذه المؤسسات أضر بالمؤسسات وأضر بالاقتصاد الوطني لأنها في كل مرة تعود إلى الخزينة العمومية لتغطية العجز. والقطاع العام أضر بالاقتصاد لانه كان من المفروض ان المؤسسات العموميه المؤسسات العامه للدوله انها تكون مدره للثروه. الدوله في الجزائر تسير حتى باركينج. نعم نعم. لا باركينج تاع الدوله تسير الدوله. لا هو 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 الاصل في المؤسسه العموميه المؤسسه الاقتصاديه سواء كانت عموميه او خاصه انها تدر ثروه انها تقدم اضافه للمنتوج لكن اشكاليه القطاع العام دائما يكون عبء على الدوله. لذلك اشتهرت كلمة الخوصصة أو ما يعرف باقتصاد السوق من أجل التنافس من أجل خلق التنافس تنافس في ماذا؟ في خلق الثروة في الزيادة في الثروة لذلك طرح هذا الأمر اللي هو خوصصة لكن يمكن أن تخوفات الدولة في القطاعات الحساسة كما تكلمت ممكن من, من, من جانب الخطوط الجوية يمكن في هذا الجانب يعني في السيادة في أمر السيادة في قضية طرح قاعدة 51-49 على لل... الأجنبي. المستثمر الأجنبي يمكن في هذا الأمر، لكن لما يكون مستثمر محلي يمكن نقاش هذا الأمر. الخصوصة ضرورية جدا من أجل التنافسية. عندنا مستثمرين محليين نعم. ارادوا ان يستثمروا في القطاع بامكانهم بإمكان ان ومنعوا وقتلوا بدفتر الشروط والشروط نعم التي تاتي تكون معجزه عاجزه لهم نعم. اللي في في دفتر الشروط الذي يطرح كي تعجيزيه يكون كاين شروط تعجيزيه من اجل ما تكونش وتوجيه هو نوعا ما كي شارج موجه الى جهه معينه وهذا هو العيب لما تكون كاش اراده صادقه ونيه صادقه بامكان قانون الجي التكميلي ان يجيب على هذا السؤال وكيف؟ لا يمكن لا يمكن لقانون الماليه ان يتكلم عن تخصيص أن مؤ... تخصصات المؤسسات لان يدخل تدخل السياسه الاقتصاديه العامه اللي هي اوسع من السياسه الماليه فالسياسه الاقتصاديه اوسع يمكن بقرارات بمناقشه في مجالات معينه مثلا في الوكاله الوطنيه لتطوير الاستثمار او غيرها او مجموعه مم. من مؤسسات الدوله يمكن مناقشه خوصصات بعض المؤسسات اللي يرونها انها ليست فيها سياده. استاذ محفوظ كاو اخير فيما يتعلق بسعر الصرف هنالك من يرافع بان السعر المرجعي وسعر الصرف في قانون الماليه هو غير حقيقي وبالتالي لابد ان تخفض قيمه الدينار اكثر حتى يقارب السعر الحقيقي اللي هو موجود السكوار كيف سيجيب او ينبغي ان يجيب على هذه الاشكاليه قانون الماليه التكميلي كذلك لا اظن ان يكون في قانون الماليه التكميلي هو من صلاحيات اذا البنك الجزائر اللي يحدد العمليه إذا وأظن أنه شرط أساسي للانتقال إلى القطيعة مع منطق التوزيع والتمويل عبر الخزينة العمومية بل ومحدد أساسي من أجل بعث الاستثمار وجعل ظروف الاستثمار في الجزائر أكثر تنافسية مما هو عليه الحال الآن تخفيض قيمة الدينار أنا ما أقول لك تخفيض لأن كان هو نا. كبيرة بين السعر الموجود في البنك وفي السكوار والحقيقه ان 13 و14 ماشي 20 و19 السوق الحر وين هو سي زوبا؟ السوق الحر هو السوق الموازي يعني هو الحقيقي هو الاقرب للحقيقه اقرب الى الحقيقة انا نقول لك هو الحقيقي فيها شويه جمود ولكن السعر الحقيقي عرض طلب حر هو اللي يعطيك السعر الحقيقي لان في الجزائر السوق الحقيقي اللي ما يسموه سكوار وسوق الخضر والفواكه، لذا فانهما السوقين اللي الجدل عنهم، اما الاسواق الاخرى فانها مدعمه منظمه سد اسواق ادمينيستغي، لذا فانهم بعيده وهذه من بين المشاكل التي يجدها المستثمرون الاجانب الذين يريدون الاستثمار بالاضافه الى العراقيل البيروقراطيه الاخرى. جزء. اسم المستثمرين الاجانب من ما هي الاجراءات التي لابد ان تضمن في قانون الماليه التكميلي؟ لدعم حقيقة الاستثمار الأجنبي إذا من أجل خلق الثروة من أجل خلق مناصب الشغل من أجل كذلك دعم الاقتصاد هما كاين عناوين يمكن كان زميل تكلم لا يمكن في قانون المالية كان إجراءات مالية ولكن كاين إجراءات سياسة تشريعية كبرى تشريعية يمكن أن أختيك اللي بعد ذلك يكون بعد ذلك هو قانون يتضمن كل هذه الجوارية لا ماذا الاستثمار 51-49 فيها في قانون المالية 2020 عشرين عشرين. الآن ليست ملزمة لكن في القطاعات السياديه ملزمه. القطاعات السياديه بطبيعه الحال للدوله كل الحريه ولكن المستثمرين عاده يفكر بمنطق الفائده، بمنطق الربح، وبالتالي حال. يميل الى الاستثمار في القطاعات المهمه. بطبيعه الحال ولكن القطاعات السياسيه السياديه ليست سيستيماتيك من القطاعات المهمه، يمكن القطاعات التي فيها متعلقه بالامن الوطني وما الى ذلك هذه الجزئيه غير غير معناها صالحه الان. طبيعة الحال ليس لنا بد الاستثمار صالحة لبناء الاستثمار أم لا الآن الآن بدون مراجعة قانون مالية 2020 لا غير كافية بدون مراجعة سعر الصرف مم. بدون مراجعة التحويلات الاجتماعية بطريقتها الحالية بدون مراجعة تنظيم الاقتصاد الوطني بدون إعادة النظر في عملية الخوصصة أو الذهاب إلى عملية الخوصصة فإننا بعيدين كل بعد على أن نستقطب استثمار أجنبي مراك في هذه النقطة دكتور سهلية. وسعر الصرف أخي يوسف يرتبط ارتباطا وثيقا ليس فقط بالسياسة المالية، يرتبط بالسياسة التجارية، يرتبط بالسياسة الضريبية، يرتبط بالسياسة المصرفية، لأن اليوم المصارفنا اليوم مصارف تقليدية جدا. فعلا هناك فجوة كبيرة بين سعر سعر الصرف الحقيقي ولا يعني البنوك ولا الحقيقي ليس اللي الذي هو في البنوك الذي هو في السكوار هو الحقيقي لا هو الناس. أنه يعني في السكوار الحقيقي لانه هذا هو اللي تداول به الناس لانه متوفر هذاك نعم هذاك هذاك الحر نعم لانه متوفر في السكوار نعم. اما تروح البنوك يعني مش راح يصرف لك يصرف لك مبلغ محدد فقط يعني مش راح يتجاوز المنحه السياحيه ولازم لك المال اللي باش و100 100 فيها مره في السنه و100 اورو فيها عده اجراءات وبالتالي يمكن انه سعر الصرف انه يعني نحسنه من من العمله تاعنا من خلال اجراءات اخرى مساعده اللي هي مثلا منظومه تجاريه بتقليل الواردات عفوا الصادرات الواردات نعم يعني تقليل سعر الاستيراد يمكن انه عدم الطلب على العمله الاخرى ايضا محفز السياحه والاستثمار السياحي محفز ايضا للصادرات الصادرات تنويع الصادرات وتقوية الصادرات اللي اليوم نشوفها تعاني في الأسواق الجزائرية. ما تبقاش الدولة تسير لك فندق. لا 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 هو في في الجزائر مشينا في هذه الاستراتيجية، ما معنى السياحة في الجزائر؟ معناها بني الفنادق. هذه هذه كانت سياسه من الخدمات موجودة. آه. كثير من الخدمات لا لكن تعريفها في نظر الحكومات السابقه نعم. هذه مازال ما لكن سابقا استثمار ابني ابني فندق ما عندها راك استثمار فندق انت استثمار, استثمار سياحي واسع وليس نعم. مربوط فقط بالسياحة الحموية، السياحة الدينية، السياحة نعم. الجبلية وغيرها نعم. مجموعة من السياحات اللي يمكن أن توفر من خلالها نقل توفر من خلالها مجموعة من الخدمات شكرا شكرا جزيلا دكتور احمد سوالي الخبير في الاقتصاد على مشاركته معنا وعلى ما طرحته من افكار شكرا الاستاذ محفوظ الخبير في, في الاقتصاد شكرا جزيلا شكراً على مشاركته معنا وعلى هذه الافكار التي طرحتها شكرا لك الشكر موصول لكم كذلك مشاهدينا على المتابعه القاكم في مواعيد جديده السلام عليكم